لو جابت 10 مليون مش هبيعها والله العظيم، بتاعت صديقي ما اقدرش، هو يقول لي خدها. طلب استثنائي ورغبة سعودي حالمة واجه مصري مقيم في بلاد الحرمين الشريفين برفض قاطع دون أن يرمش له جفن، رغم كل المغريات المادية والمعنوية التي وضعها رجل الأعمال السعودي في طريقه بغية تحقيق أمنيته. فالحلم الذي يراود السعودي باقتناء ذلك الشيء الفريد ربما أرق مجع صاحبه وجعله يفكر في توابعه لأيام، لكنه في النهاية أصر على موقفه بالحفاظ على ما امتلكه على أرض تستوعب الجميع دون فرقة. فما القصة؟ على أرض بلاد الحرمين الشريفين وقعت الواقعة بين الشقيقين المصري والسعودي، واقعة غريبة من نوعها احتلت مركزا هاما في وسائل الإعلام المحلية طوال الفترة القليلة الماضية، متحدثة عن عدم رضوخ المصري لطلب شقيقه. فعندما باغت رجل الأعمال السعودي مقيماً مصرياً بطلب غامض، جاءه الرد عليه غير متوقع، خاصة بعدما وضع أمامه على الطاولة الكثير من المميزات المادية التي يرغب بها أي مقيم لكن دون جدوى أو تأثير. فالمصري المقيم بالعاصمة السعودية الرياض رفض صراحة الحصول على مبلغ يصل إلى نحو 3 ملايين ريال من أجل شيء بسيط على سيارته بيضاء اللون التي لا يبلغ سعرها بالكامل هذا المبلغ. شاب ظريف كده قال لي تأجرها لي عايز يمشي بيها كده رقم واحد. فالمقيم المصري كان يحمل على سيارته لوحة معدنية استثنائية لا يعرف كيف تمكن من اقتنائها، الأمر الذي أثار لعاب البعض من محبي اللحظات الاستثنائية واقتنائها، وعلى رأسهم رجل أعمال سعودي يعشق التفرد واقتناء الاستثناءات، والذي طالبه بها بدوره مهما تكلف الأمر من أموال. إلا أن الرجل المصري لم يرضخ ورفض الطلب بوضوح، وحجته في ذلك الأمر كانت أشد غموضاً من موقفه الذي فاجأ رواد منصات التواصل الاجتماعي. فشغف التميز جعله يريد التفرد بها بمفرده ولا يعطيها لأحد مهما كان داخل المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لم يتقبله رجل الأعمال السعودي على أي حال. لكن ما باليد حيلة، ماذا سيفعل؟ كما ساق المصري في لقاءاته التلفزيونية بعدما ذاع صيته السر في الاحتفاظ باللوحة التي تحمل رقم SS1، ويعود لأسباب عاطفية ونفسية ولا يهمه حتى لو كان مبلغا ضخما. ولم يتوانى الرجل المصري في التأكيد على رفضه البالغ في بيع اللوحة المعدنية التي أهداها له أحد أصدقائه المقربين، حتى لو وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي. فالأمر غير قابل للمساومة، ورغم كل المحاولات الكثيرة والجهد المضني من جانب الأهل للاستفادة من اللوحة المعدنية بتكوين ثروة هائلة لم تجدي نفعاً، حتى أنه رفض عرضاً ظريفاً من شاب سعودي بمجرد تأجيرها بمقابل كبير. وعلى ما يبدو أن استخدام مثل هذه النوعية من الأشياء الاستثنائية قد يعود إلى الرغبة في إظهار حقيقة ما والتظاهر بألقاب معينة، إلا أن المصري لا يعتمد أي أسباب أكثر من رفضه أن يفرط فيما أهداه له صديقه. وأنتم أخبرونا، هل تتخلصون منها بمجرد ما يأتيكم عرض بتلك الضخامة المالية؟